طب هتسمعيني ايه اول حاجه؟ انتي قلتي في الانترو ان احنا داخلين على رمضان فمجهزه حاجه رمضان. يلا ماشي اقول لك اغنيه. ماشي. رمضان في مصر حاجه تانية. يلا ماشي. كنت عايزاكي تسيبيها لي مفاجاه. والله كنت حاسه كنت عايزه اعمل كده بس حسيت ان هو خلاص اتس اوكي. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع. صوت الأذان يملى قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة ضولة ودومنا وكوتشينا. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. شكرا. برافو يا ساره. لا حلوه قوي 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 صوتك. حسستيني برمضان بجد. خلاص كده.